بسم الله الرحمن الرحيم. بقلوب مؤمنة بقضى الله وقدره، إنا إلى الله وإنا إليه راجعون. أخواني أعزائي أحبائي الغالين المتابعين، انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد ظهر اليوم المغفور له وأبوي محمد عبد الله حسن الحمادي ثيار جثمانه في مدينة خورفكان بعد صلاة المغرب. إنا إلى الله وإنا إليه راجعون. رحمة الله عليك يا أبوي محمد عبد الله حسن الحمادي، الحمد لله رب العالمين. واعذروني عادة إن شاء الله سوف أتواصل وياكم بعد العزاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. أمر الله مطاع وكل نفس ذائقة الموت، لله ما عطى ولله ما